مش عارف اقول ايه. الحمد لله الحمد لله، احنا بنقابل فرقه رخمه جدا يا جماعه. لا حقيقي بنقابل فرقه رخمه جدا وقويه جدا، والماتش صعب، الماتش صعب. كون ان انت تطلع الشوط الاول متعادل مع فريق الهلال السعودي بالامكانيات الكبيره اللي عنده دي، باللعيبه الكبار اللي عنده دي، وتطلع واحد واحد، انت كده جامد، انت كده جامد. مفيش فرقه تعرف تتعامل مع التيم ده، التيم ده تيم يعني مش عارف مجمعينهم منين. يعني هم لو طالعين عركه وجايين رايحين يقفلوا منطقه مش هيلموا لنا الناس دي، الناس دي مش عارف لموها منين، جابوها منين. الناس دي يا جماعه ناس جايه تخلص، الناس دي جايه من شوارع شيكاغو تقريبا، دي جايه تخلص، دي تخلص عركه، دول يروحوا يقفلوا منطقه، دول ما لحقوش ماتش كوره. دول مين؟ انا ما اعرفش دول مين. ده اجسام باطوال، بجري، بسرعات، بحاجات اجارك الله، حاجات اجارك الله، اجارك الله. فلما نطلع معاهم الشوط الاولاني واحد واحد، احنا ده انت تبوس ايدك من شعر ودقن، ده انت تنزل ساجد شكر لربنا. ولكن انا براهن دايما على ثقتي في فريرة وثقتي في الروح. لو هنكسب النهارده فاحنا هنكسب بروح اللعيبه، برغبتهم بالفوز، ولكن مش فنيات يا عم الحاج، على رأي القرموطي مش فنيات خالص يابا. ده مش فنيات، مش هنضحك على بعض، دول مش عايزين حد يخش معاهم فنيات، دول عايزين اللي لاعبهم جولدن بيرج، اندر تيكر، تروح تجيب ريمستيريو يتنطط، تروح تجيب الناس ديت. بس مش دول يا جماعه، لا مش احنا، مش احنا يعني دول فنيا. لا في فروق، في فروق، ولكن الروح عندنا احنا، الروح عندنا، الاراده، الجرينتا، الحماس، روح التيشيرت، اللقطة اللي عملها زيزو، نظف الشعار بتاعك وتلعب بحماس وتخاف على شعارك وتلعب بروح، ربك هيسهلها. وبرده شيكا الأسطورة، أسطورتنا، ما ينفعش يا جماعة مع دول، لا شيكا كان لازم ينزل الشوط الثاني، شيكا ينزل الشوط الثاني مع دول، ما يتلعبش معاهم بشيكا. أنا قلت لك دول عايزين أندرتيكر، دول عايزين جولدن بيرج، دول عايزين مصارعين، دول إيه، دول مين دول؟ ماليجا ده ايه ده؟ يعني عنده عضلات في وشه، عمري ما شفت بني ادم عنده عضلات في وشه، عنده عضلات هنا والحته دي كده في عضلاته، وبيمشي في عضلات في وشه، في ترابيس، تحس انه بيلعب حديد بوشه، بالحتت دي يلعب بيها حديد، في هنا حاجات غريبه كده. فكان الله في عون لعيبه الزمالك الشوط الاول، والله رجاله، والله رجاله، عملوا اللي عليهم. ويعني شيكابالا كان لازم يقعد للشوط الثاني، لان دول ما يقدر على القدره اللي ربنا، انا مش عارف هنعمل معاهم ايه الشوط الثاني. عشان كده انا قلت اطلع الشوط الاولاني وانا مبسوط شويه، لاني ما اضمنش الابتسامه دي هتيجي تاني الشوط الثاني، ما اعرفش. ولكن ما فيش حاجه بعيده عن ربنا، ما فيش حاجه بعيده عن ربنا، ولا ما يقدر على القدره اللي ربنا. مين دول جايبينهم منين؟ انا ما اعرفش جايبينهم منين يا عم الحاج. ده لسه بقى الدوسر لسه ما اشتغلش، لسه بقيه اللعيبه ما اشتغلتش، ولكن الحمد لله الشوط الاولاني طالعين متعادلين زينا زيهم. هو مش احسن مني ولا انا احسن منه، انا زي الهلال، هو واحد وانا واحد، هو جون وانا جون، بغض النظر مين عمل ايه، مين مضيع فين، ماليش دعوه، انا طالع معاه واحد واحد، هو سجل وانا سجلت. الشوط الثاني ما اعرفش، دعواتكم يا جماعه بالله عليكم، احنا مزنوقين زنقه غريبه، احنا في موقف صعب، محتاجين دعواتكم عشان ناخد السوبر ده ان شاء الله ويتضاف لبطولات الزمالك. ولكن انا قلقان، انا راجل بحب الكوره، لكن دول يروحوا خناقه قهاوي بتاعت زمان، بتاعت محمود المليجي، الناس اللي هي بتقوم شايله كراسي ديت مره واحده دول مش كوره يا جماعه، دول مواضيع تانية، دول مواضيع تانية، دول جايين لمصارعه روماني، الحاجات غريبه. ربنا يكملها بالستر، والحمد لله انها عدت، والحمد لله ان الشوط الاولاني خلص واحد واحد، وباذن الله بمعجزه من افكار البروف العبقري فريرة نقدر نروض فريق الهلال ونتعامل معاه بذكاء. هو عايز ذكاء، لدعه زي بتاع زيزو، غلطة، ضرب الجزاء، كورنر، أي حاجة من الحاجات اللي نلقط بيها الدنيا دي، ونقوم مخلصين الماتش ومفلقين. دول لازم تفلق قدامهم، دول تكسب وتجري، ما تقفش قدامهم أبدا. ربنا يسترها، عواد نجم الشوط الأول شال جوان كتير، ربنا هيكملها بالستر يا جماعة الشوط التاني، وإن شاء الله بأمر الله نكسب ونفلق، وبعد كده أحلى ألف حلال. دعواتكم، دعواتكم، محتاجين دعواتكم في اللي احنا فيه ده. السلام عليكم.